هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى مغادرته قاعدة الصخير الجوية هذا اليوم بعد زيارة للمملكة أجرى خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة ومستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكبار المودعين.